حسون إنتاج القفص 2024. والأنشا ريح حالنا في العش، ثلاثة البيضات الله يسر يا رب، اللهم بارك وزيد في ذلك. البيضات تنوضي تنوضي، خنوريهم البيضات. الله يما بغات تنوض برضه. هذا خوتي هو السر في التربيه ديال الحسون، هو الانشا. ما خصهاش تبقى تخاف والنبات البريه. وين اخوتي نوضوها باش نوريكم البيضات، ما بغاتش نوضها تشوف كتنقب فيه، ما بغاتش تنوض اخوتي. نوضي نوضي خنوريهم. مش بخلوش الاخوان على الطيور ديالكم بهرمون السعادة اللي هو الدوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افضل طريقة لفطم فراخ الاخوان النبات البري والاشواك، كما كتشوفوا الفريخات راه كيتناولوا فيها، نخليهم يتغداو على خاطرها. ما تنساوش البيريلا، البيض مسلوق، الخيار، الخس، والله يوفق الجميع. بدات في العش الثاني، الله يبارك ما شاء الله. البارح خليت عندها ثلاثة البيضات ومعنا بها. فريخات الاخوان اليوم في العمر ديالهم 38 يوم ما شاء الله. كما كتشوف راه ولاو كيعتمدوا على روسهم. النبات البري الاخوان ما تبخلوش على الطيور ديالكم به، سواء فراخ سواء جاهزه، خصوصا الحسون والكناري. نبات مهم
نوريكم اخوتي العذبة الكوتشة والبيض ديالها، وقولوا الله يبارك. الأنثى الإخوان راقدة في العش، الله يبارك. البارح كانوا عندها 3 البيضات، اليوم وزادت شي وحدة، الله أعلم. غادي نحاولو نقلبو لها على شي عيش ونشوفوها واش ولدات ولا باقا. وزادت شي بيضة، الذكرى باغي يوكلها، سبحان الله. واخا راه موكلش مع الفريخات الاولين، نتمناو من الله عز وجل هاد المرة من يتفقى سادو يوكل معاه. راه كيتناول في الهنديباء وفي زريعة العود الخوش، يلا كيجبش عليهم يوميا كنقدم عليهم. نشوفو اخوتي لا بغات تنوض ليا، راه مكتبغيش تنوض وقت الحظ. نشوفوها واش غادا تنوض، يلا ديكاش ديكاش غنشوفو البيض. نوضي اش كتنقب فيا، ديكاش ديكاش نوضي نوضي. والو خوتي والله ما بغات تنوضها، اش كنوضها وكتنقب فيا. تملسوها البيضات 4، الله يبارك الله يبارك ما شاء الله الله يبارك. 4 كاين 4 خوتي، بغيت نبقى نبرزط فيها. هي الصراحة شر كتحتارمني، نخليو الاحترام بيناتنا. تجي نوضي تجي نوضي تجي نوضي، والو ما نايضاش، باي مريحة ترونكي تما. المهم الإخوان اللي بغا ينتج الحسون، بغا يستفسر، بغا شي سؤال، يطرح شي سؤال، شي مرحبا خوشي، جاوب خوشي داكشي اللي كاين. اما من ناحيه الماكله الاخوان، انا راه كننوع عليهم الاكل، كنعطيهم كلشي. انا خوتي راك تعطيهم، كتعطيهم التمر كما كتشاهدوا. ها هو في الكودي، ها هو الاخوان. غادي نوري لكم من داخل ديال القفص، ها هو التمر. التمر كنت معمرو ليهم بالشريحه، كنعطيهم اخوتي كلشي، جميع انواع الحبوب كندوقهم، وخصوصا النبات البريه ما تبخلوش على الديار ديالكم بها. نوريكم اخوتي واحد الكناريه شي بارك على البيض، ولكن الذكر ناقص، البيض غير مخصب. المره ثالثه على التوالي درنا خوتي فيتامين، والو ما جابش الله، ذكر باقي ناقص. هما البيضات الخوش، واش 4 واش 5 واش ذكر مغنين، والأنثى كناري. 3 العشاش الخوت كلشي أبلو، البيض غير مخصص، الأنثى كتبيض مزيان، ولكن الذكر خوتي ما كيخصبش. غنشوفو هاد المحاولة هادي. دابا راه خليت البارح حاط 4 البيضات، نتمناهم الله يكونوا مخصبين. هذا ما كاين الإخوان، ولكن هاد الذكرى داود العام باقي يقرع أول مرة، غادي يتزاوج، جمعتو مع هاد الأنثى كناري الساعة ما بالمية ما عمري شفتو لقح. كان واجد مزيان، تغريد مزيان، ولكن فاش درتو مع خوتي ما عمري شو لقحها الصراحة، شانو كتبيض، بيض ابلو يعني ما كيكوبليهاش. هادي هي النتيجة. الله يبارك. الكوب المقنين اخوتي هنا راه عاطيهم الزوان سيك،
والباطي فلاي والهندباء وزريه الشوك. كنعتمد اخوتي على النبات البريه. هذا الذكر الله يبارك خصب علينا البيضات الحمد لله، وهاد العشاء دابا باقين على مولانا. تسناو نتمنوا من الله ودعيوا معنا الاخوان يكونوا هاد البيضات مخصبين، كاين الربعه ما شاء الله. اللهم بارك. انتاج الحسون اخوتي راه سهل، ولكن كيبغي شويه ديال العمل، خاص ضروري الكوب اللي يولفو، خصوصا الانثى. الانثى اخوتي هي المفتاح ديال السر، كتسمعوا الاسرار. راه ما كاينش اخوتي اسرار في انتاج الحسون، كاين سر واحد هو ان الانثى خاصها تولي موالفه القفص وتولف المكان اللي محطوطه فيه، وما تبقاش تخاف من المربي ديالها، تكون في واحد المكان اخوتي بحال كما كتشوفوا اضاءه طبيعيه، معتمدش على الضوء ديال البوله، اضاءه طبيعيه ديال الله. والماكله، الاكل اخوتي شوفوا الذكر كيفاش كيتناول في الهندباء، هذا هو السر الاخوان، هو النبات البري. لا ماخوتي بزاف ديال لي فيتامين، عاونتهم واحد شويه بالبيتيبيت والحمد لله، الحمد لله جاب نتيجه. ولكن النبات البريه الاخوان، غادي نصور لكم واحد الفيديو مورا هذا، غادي نجمع لكم فيه بزاف ديال النبات، غادي نحط لكم الفيديو ديالهم. وما كاينين اخوتي عدد كبير من النبات، المهم انا حاولت نصور لكم شويه ديال الاشواك والهنديباء. المهم اخوتي غادي نخليهم لكم في الفيديو. بالنسبه للانتاج ضروري تعاونهم النبات البري. وهذا الدليل اخوتي قدامكم، راه يوميا كنعطيهم لهم الحمد لله وبخير وعلى خير، يوميا يوميا. كما تشوفوا الاخوان راه القفص عباره عن غابه. اللهم بارك. القرع شغمة، القرع اخوتي شغمة، كنعطيهم كما كتشوفوا الاخوان النبات البري عند القرع، راه النهار كامل وما ياكلو فيها. الله يبارك. تما اخوتي راه كاين الهنديباء وكاين زريعة العود، هي الاغصان ديالها الصفرين، راه هي تاهي بحال الهنديباء، غير هي صغيورة على صغيورة على الهنديباء. تخلعو تخافو، ضروري يا اخوان، ضروري ضروري النبات البرية، لأن سبحان الله هي اللي كتغدى على المقنين في الطبيعة. وكل أكيد اخويا بأن لا عطيتي الطيور غادي تشوف نتائج، ضروري إن شاء الله نشوف النتيجة بإذن الله، بإذن الله تشوف نتيجة إن شاء الله. هذا ما كاين أخوتي، اللي بغى شي حاجة يكتبها في التعاليق، واللي ما بشاركش يشارك في القناة باش يوصلكم كل جديد. ولكن غير الفائدة أخوتي مع أخوكم محمد، هذا هو اللغز في تزاوج الحسن. ما كاينش أخوتي شي، ما كاينش شي اسرار اخرى، يبقى بنادم يتفلسف اسرار هادي كذا، تولف النشوه اخوتي تجيبها قرعه او تجيبها، المهم اخوتي من الاحسن تجيبها فرخه قرعه، تبدل الريش تولف عندك، تقدر العام الاول اخوتي تكوبليها 10 شهور، هاد المال اللي كتشوفوا معاها 10 شهور اخوتي كوبليها في العمر ديالها، ما كملش دابا وما كملش العام، راه كوبلها الله يبارك في شهر 4، واصلا انا واخدو داك العام في رمضان، هي هادي 10 شهور في عمر، دي شهور رمضان يا ربي في العطلة ديال عيد الفطر. وهذا ما كاين الاخوان، راه كما كتشوفوا راه الانثى الله يبارك راه كتشوف كل الفريخات ما كاينش المشكل،
وتحياتي اخوتي، شكرا لكم. ممكن نشارك معاكم الاخوان داكشي اللي كاين، كنشاركو معاكم، ما تنخبيو عليكم والو. نشوفوا البيض ديال هاد الانثى الكناري. يا بسم الله، يا بسم الله، يا بسم الله، اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك. بيض الكناري ربعة، حطات ربعة، ثلاثة المرات وهي كتحط خمسة خمسة خمسة، اليوم حطات ربعة. الله يجعل البركة، الله يبارك، يكونوا مخصبين إن شاء الله يا رب. ادعوا معنا الإخوان. عشاق الحسون، كأنكم في الطبيعة. متبخلوش الاخوان على الطيور ديالكم بهرمون السعادة اللي هو الدوش. الدوش الاخوان، ها المقنين يلا دوش، تبارك الله ما شاء الله. المقنين كيحب الدوش، متبخلوش عليه. اخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولوا معنا الاخوان، هادو فريخات انتاج